مساء الخير عليكم في كل مكان. حلقة جديدة ومفتاح الحياة دايما في ايديكم. بنحاول نعرف دايما من خلال سهرة يوم الأربع تفاصيل في حياتنا احنا الشخصية. بنبعد شوية عن صخب الحياة العامة، السياسة والاقتصاد والمشاكل والعيش والعيشة واللي عايشينها. بنحاول نقرب اكتر من حياتنا احنا الشخصية، نعرف ايه هو مفهوم الحب، مفهوم الحياة، الحياة بين رجل وامرأة، يعني إيه زواج سعيد، ويعني إيه بيت مستقر، ويعني إيه علاقة سوية وسليمة. بنحاول نرصد ده من خلال حكايات منكم أنتم، بنحكيها في شكل حدوتة دراما عشان نقرب لكم الصورة أكتر. بنشوفها ونسمعها صوت وصورة في برنامجنا مفتاح الحياة وحلقة يوم الأربع الحب مفتاح الحياة، في شكل جديد وقصة جديدة، وفي كل مرة عن الحب والكره، الخيانة، الملل، الشك والغيرة، من وعلى الخوف، سوء الظن، الحسد، السحر، وغيرها من الموضوعات اللي ممكن تكون موجودة جوه قلوبنا أو جوه بيوتنا ومقفول عليها 100 باب وباب. مشاكل حقيقية كتيرة موجودة في تفاصيل حياتنا اليومية، الزوجية، العاطفية، الاجتماعية، الأسرية، وممكن تكون هي سبب تعاستنا وسبب شقائنا، وتبقى سبب في أننا مش قادرين نستمتع بالحياة ولا ندوق طعم الراحة ولا الهدوء حتى جوه بيوتنا. لكن خلونا نسأل النهاردة، يعني إيه زواج من الأساس؟ لأنه يمكن مؤسسة الزواج، إنجاز لنا التعبير أنها مؤسسة حقيقية، هي مؤسسة، هي شراكة. يعني إيه؟ لأنه في ناس بتدخل هذه المؤسسة وهي مش فاهمة معناها، وبالتالي بيكون الفشل هو النتيجة لا محالة. إيه اللي المفروض يميز الزواج عن أي علاقة تانية ممكن تكون علاقة عابرة، حتى لو كانت جميلة، حتى لو كانت بريئة؟ الزواج مشاركة ما بين طرفين، احترام متبادل بين اتنين، تقدير، شعور بالمسؤولية تجاه الآخر، تجاه العلاقة نفسها، تفاصيل العلاقة، حاضرها ومستقبلها، واحترام لذكرياتها. العلاقة اللي قررنا بكل إرادتنا إن إحنا نبدأها ونبنيها سوا. معاني كتير قوي لازم تكون موجودة في الزواج. الزواج السليم السوي، وبدون هذه المعاني وبدون هذه المعايير بتبقى العلاقة صحيح ممكن تكون شرعية على سنة الله ورسوله، وقانونية ومقبولة جدا لدى المجتمع، ومعروفة ومعلنة للناس كلها، الأهل والصحاب والقرايب والحباب وكل حاجة. لكن هي في مضمونها مش حقيقية، هي مزيفة، مش محسوسة ما بين الطرفين، مش بتدعمها مشاعر متبادلة وأفكار متوافقة ورؤى ونقاط تماس بتجمع بين الاتنين، ولغة حوار مشتركة، رغبة حقيقية بتجمعهم ببعض، ورغبة وإرادة حقيقية في استمرار هذه المؤسسة. هم صحيح متجوزين لأنه الورق بيقول كده، لكن الحكاية مش ورق وبس. ساعات بتبقى العلاقة بين الاتنين دول ما تسويش حتى تمن الحبر اللي اتكتب بيه على الورق. في اللي أهم من الورق، في القلب، جوه القلب العلاقة، إيه صداها جوه القلب، إيه صداها في النفس، موثقة جوه القلب وجوه النفس أهم من الورق ولا لأ؟ وبالتالي العلاقة دي فقدت خط الدفاع الأول اللي ممكن إن هو يحميها بجد ويضمن ليها إن هي تستمر وتعيش، ونأسس عليها بيت سعيد ومستقر في حب وأطفال ثمرة لهذا الحب، قبل أي علاقة ما بين طرفين، قبل أي جواز. زي ما بنقول بيكون في مجموعة من المعايير. طبعا المعايير بتختلف من شخص لآخر، ومن بيئة الأخرى، ومن طبيعة الأخرى، ومن مستوى لآخر، ومن ثقافة لأخرى، في متغيرات كتير. لكن المهم يكون في معايير منطقية، بناء على هذه المعايير بيحدد كل طرف موقفه أو تقييمه أو وجهة نظره في الجوازة دي. بيكون في
أهداف أو أحلام أو مستقبل إحنا بنبدأ نرسمه على الأساس ده. يعني واحد يقولك أنا شايف إن هي مناسبة ليا علشان كذا وكذا وكذا وكذا، في منطقية في كلامه، متناسبة معاه مع طبيعته مع شخصيته مع بيئته مع أسلوب حياته، أو هي تقول أنا اخترته أو وافقت عليه لأن هو في كذا وكذا وكذا وكذا. وبالتالي كل طرف بيبدأ على هذا الأساس وعلى هذه المعايير الخاصة بيه والخاصة بظروفه يرسم حياته ومستقبله اللي هو بيتوقعه أو اللي هو بيحلم بيه أو اللي بيتمناه لنفسه. طيب إيه هي المعايير دي؟ المعايير اللي تضمن زواج ناجح وعلاقة سعيدة. وهل لو كانت المعايير من البداية خاطئة، يعني قائمة على شعور غير صادق أو رغبة مؤقتة أو تقييم خاطئ أو حتى مصلحة، مصلحة بقى من أي نوع، هل ممكن الزواج ده يستمر ويكون فيه هدوء واستقرار ومودة ورحمة اللي هما الركنين الأساسيين لأي علاقة زواج، ورضا وسعادة وقناعة وحب وأمل ورغبة في البقاء والاستمرار في هذه الشراكة أو هذه العلاقة؟ أكيد لأ.